في الوقت الذي غرقنا فيه بالإجابة عن سؤال ماذا حدث؟ في الوقت الذي اختلفنا فيه أثناء الإجابة عن سؤال من المسؤول؟ في الوقت الذي ضعنا فيه وتهنا ونحن نجيب عن سؤال لماذا حدث ذلك؟ وكيف حدث؟ لعل من مسؤوليتنا على الأقل أن نجيب عن أقل الأسئلة جدلية وأكثرها وضوحاً، وهو سؤال أين وصلنا الآن؟ وفي أي طريق نحن؟ وإلى أين نتجه؟ ليس الهدف من السؤال العريض هو أن نتحرر من إجابة محددة، بل أن ننتبه أثناء إجابتنا إلى المؤشرات حولنا، أن نسلط الضوء على الرحلة والطريق والوسيلة، فالغاية والوجهة النهائية. مرحبا سوريا، كما تلتقي بشخص سيلفت نظرك أولا الشكل. أستطيع تصوير فيديو مثالي للشوارع الفخمة، للأبنية الجميلة، للمقاهي الممتلئة. هذا ممكن وسهل، فهو موجود في كل مكان، لكن أين نذهب؟ هنا، هنا، هنا؟ لا يهم، إنه بلد واحد بوجوه متعددة، قد يراها البعض متناقضة لكنها بشكل أو بآخر متكاملة. ستفرحك مشاهد وستستفزك أخرى، قد تضحكك ثانية وقد تؤلمك غيرها. مرحبا. بعد السلام حان وقت الكلام، فهل نجرؤ على سؤال كيف حالك؟ كيف هم السوريون اليوم؟ حتماً ستختلف الإجابة بحسب أين تطرح السؤال. لا يمكن أن نتجاهل أن أحدهم يسمي اليوم سوريا بلد الطوابير، طوابير أمام محطات الوقود، طوابير أمام الأفران والمخابز. لقد علق السوريون عند نقطة الانتظار. خامس. ناطرة أختي؟ قد إيه صار لك ناطرتيها؟ صار لي ساعة، ساعة شيء. صار لك ساعة؟ ليش ما بتشتري من برا؟ غالي. هون قد إيه الربطة؟ بالفرن؟ عم يبيعوا 4 ربطات 4 ملح. قد إيه صار لك ناطرة؟ ساعة؟ ساعة؟ 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات. طب ليه عم توقفوا هون؟ ليه ما عم تطلعوا تشيبوا من برا؟ ليه من برا؟ ايه؟ 1500 و2000 ورقة ربطوا الخبز برا، مين بده يحسن يشتريها؟ ليه بقل ناطر؟ شي ساعتين ثلاثة. كل يوم بتجي؟ والله كل يوم. كل يوم هيك بتنكر؟ ايه. اي صف؟ 8. فيما تقول الدراسات ان الانسان يهدر نحو ثلث عمره في النوم، قدر السوريين ان يهدروا يوميا ساعات طويله في الانتظار، يفكرون خلال ذلك بألف سبب وسبب للغضب. هلا يلي قضى 10 سنوات حرب وهو داخل البلد ممكن يقدر انه هذا الموضوع الاقتصادي هو كثير سهل نسبة للي كان ماضي. نسبة للقذائف، نسبة للمدافع، نسبة لمسلح، نسبة لأي شيء إرهابي على الإطلاق دخل على البلد، هذا الموضوع صار كثير هين نسبة للأمور اللي مضت علينا سابقا. يلي قضاهن عم نحكي 10 سنوات داخل هذا البلد.
اما اذا راح وسافر وهذا ما راح، يعني ما راح يحس بهذا الشيء اللي عم بحكي انا وانت هلا. يلي بحس بهذا الشيء فعلا يلي كان مثل هون وهنيك ونزلت حده قذيفه وخاف على اولاده ومات حدا من اهله، هذا ممكن يقدر هذا الموضوع، اما غيرك ما فيه يقدره. واحد من الخارج مو شايف شو عم يصير، مو شايف شو كان عم يصير عنا، ما بيقدر يقدر هذا الحكي. لا يملك الجميع ترف البحث عن الاسباب، كثيرون غرقوا في البحث عن لقمه العيش. باتت الهموم المعيشية تسيطر على اليوميات، الغاز، الكهرباء، المصاريف، المشتريات، السكن والمواصلات. وأثناء ذلك يحاولون حل معادلة تناقض القوانين الرياضية، كيف لمعدل دخل يزداد انخفاضاً أن يكفي مصاريف تزداد ارتفاعاً. سألتك شو أكثر شيء مبسوطة فيه هلا؟ هلا؟ إنه أولادي مبسوطين عم يلعبوا بس. أكثر شيء بتخافي عليه؟ كمان أولادي. شو الشيء اللي مضايقك هلا بتتمنى إنه عن جد يزبط؟ إنه هالوضع، يعني المعيشة، هالغلاء، إنه شوي إنه صبرنا حرب وهي كلها عادي، بلا كهرباء بلا مازوت عادي، بس هالغلاء إنه تقدري على القليلة تأمني شوي. في عالم ما عاد جابت أولاد مشان الغلاء، مشان الحليب، مشان الفوط، مشان الدكاترة، مشان الأدوية، كله غالي، ما يعني شيء مو طبيعي. أكثر شغلة بتتمني هلأ يعني إذا عندك قدرة إنه يزبط سعرها وترجع رخيصة، شو بتختاري؟ اللحمة أكيد. والادويه. قد ايه كيلو اللحمه؟ ما بعرف. اذا صار هلا بين ايديك مصاري، شو اول شغله بتعملها؟ اول شغله بعملها انا، والله اول شغله بعملها يا بنت الحلال انه ظبط بيتي، لان البيت اللي قاعدين فيه نحن كثير تعبة، إن كان الحيطان مثلاً ولا الحنفيات. افتحي عني، بطلعي بالعالم تحسي حالك إنه مالك عايشة أنت بهالدنيا. شوفي أولاد العالم مثلاً بالحدائق الخاصة أو بالألعاب الخاصة، بتمنى أي إنسان بيتمنى إنه ياخذ أولاده محل ما هدول الأولاد. مثلاً بأعمار أولادنا بيسجلوا أولادهم لغات، تعليم، مثلاً بحطون نوادي، بحطون غناء، شو الآلة اللي بحبوها. نحنا ما فينا نحط أولادنا هيك، إنه بتزعلي على أولادك إنه قد ما كان إنه إحنا أولادنا ما عاشوا هالطفولة الحلوة. ما مرفقتي راحت على المسبح، ما مرفقتي راحت على البحر، ماما كذا، ما فيك تروحي على البحر، مستحيل. طيب هالولاد اللي عم يروحوا على هدول الروضات، طيب أحسن من أولادنا ولا أزكى منهم ولا ليش؟ يعني مثلاً هيك ما شافوا شيء من حياتهم، وبيهم كل نهار بالشغل، يعني شو بدي أقول لك، يعني عم بيحاول قد ما كان يضلوا أولاده مبسوطين، إنه بس هني ينبسطوا هني. نحن ما بدنا شيء، لا لباس، لا دفا، لا أكل. سام تروحي بدل ما تجيبي ناكل كلياتنا أكلة الشاورما، لا ماما أنا ماني جوعانة، بس إلك أنت، إنه هي المشتهية، بس إنه كلي أنت، نحن أكلنا. هلا مثلا هي بيقولوا زهرة شباب، نحن ما في زهرة شباب عنا. 10 سنين كانوا كثير صعبين. ايه شو أكثر أكلة بتحبها؟ شو بتحب؟ بيضة. بيضة الحقيقية مش بيضة الشوكولا. هي الشوكولا ما بيعرفوها. هلا في واحد على النت شو عم يقول؟ عم يعايد العالم من هلا، عم يقول لهم كل عام وانتم بخير وان شاء الله العيد الجاي نشوفكم مبسوطين، لان بجوز يضل الوضع على هالوضع هذا بده يبيع الجوال، فحب انه يعيد علينا قبل ما يبيع الجوال. ادران تضحك. مي؟ انت؟ ايه بضحك، ليش تحت ما اضحك؟ ما شفت شيء السنة. بس تتخيلي انه في امل، كيف بتتخيلي شكله؟ ايوه بدي
بطير من الفرح اذا صار انه هيك شيء. مثلا انه رخصت هالمواد، صار الشغل رجع مثل قبل، اللي انا بدي اعيش انه بدي ارجع كل شيء نقصني اسويه. توجهت الى حيث كانت تشتهي السيده متحسره، هنا حيث الحياة أكثر سلاسة وجاذبية لقصص الإنترنت وأنشطتها وفعالياتها وحيويتها وتسويقها وألوانها وبهجتها وتفاصيلها المثالية. أكثر شيء بتحبه أنت؟ بتحبه عن جد؟ طب ليش اخترت هيدي الرياضة؟ يعني كل الصبيان بيحبوا يلعبوا طابة، ليه انت بدك تشوفها؟ ان شاء الله نصير قوي عضلاتك. قوي عضلاتك؟ اكثر رياضة بتحبها؟ الكونفو. الكونفو؟ متدرب عليها انت؟ لا. بتحبها هيك على الاسم؟ شو اكثر رياضة بتحبوها؟ كرة القدم. بتلعب اليوم في الاسبوع؟ هلا خميس جمعه سبت، باقي ايام بدرس فيهم هيك شيء. يعني شاطر بالدرس؟ انا مو كثير يعني، بس انه لازم شان الاهل وهيك شيء. تمام. باي صف؟ بكالوريا. انا بكالوريا ادبي. وشو ناوي؟ حقوق. الحلم إنه المشترك الذي يجمع الصفات الإنسانية في كل الطبقات الاجتماعية. بدك تصير مراسل تلفزيوني؟ بعرف أحكي شوي. صف لنا الأوضاع. الآن نحن هون بليقة البرسيزن، في الأسعار غالية. نعم. شوي مو كثير. وفيما يحلم آخر بالمستقبل، هناك العالقون في الماضي. ما بتذكر غير الحرب. من أول ما خلقت على الدنيا أسمع صوت من الرصاص، مدافع، صوت الطيران، صوت المعارك، الرصاص ليل نهار، اشتباكات ليل نهار. أسأل نفسي هنا، هل السوريون مكبلون؟ هل هم مقيدون؟ أم هم حالمون يلاعبون القدر؟ شو أكثر شيء بتنبسط إنك تساوي؟ أدرس أنجح. أنا أدرس وصير دكتور. تصير دكتور فوراً؟ أو وزير. أو وزير؟ بتعلم يعني أدخل السنة الجامعة. أنا دا أطلع نائب عام. وين رايحين برا خمص؟ الشام. رايع الشام؟ أنا رايع الشام. أنا عطرت بس على الذي. أنا عطرتوس. أنا يمكن السنة الجاية أو السنة اللي بعدها بدي أروح على ألمانيا. أنا وياك. ليه؟ نسافر عند جدة ونكل قرايبنا. ما كنا خلقانين وقت الأحداث. أنا ما كنت خلقان. ولا أنا. أنا بس أنا كنت صغير يمكن. هنا كنت قد أصبحت في حمص. قررت الخروج من العاصمة دمشق بحثاً عن إجابات مختلفة في مدن تنساها أحياناً عدسات الكاميرات واهتمامات الصحفيين. هنا حماة أيضاً، وفي حماة كانت إدلب والرقة حاضرتين كذلك. بدرس على البسطة مشان المادات ما يرحمي علي والامتحانات. إذا ما اشتغلنا ما منعيش. إنه هاي أول طفل عم يشتغل وعم يدرس مثله، عم يشتغل وعم يدرس. لو فيك تغير شيء هلا شو بتغير؟ كل شيء. نقي شغلة. كل شيء. أرجع على بلدي. أول شغلة، أرجع على بلدي. أوين؟ على بلدي، على إدلب. بتمنى أرجع على بلدي وأعيش بين أهلي وقرايبيني. أهلك وين؟ بإدلب المدينة. بعده الساتر. أنا طالب عم بدرس هوني وعم بشتغل. وضعه انزفت.
نتمنى انه يفتحوا الطرقات، نتمنى انه نرجع على بلدنا كلياتنا. شو أكتر شي بزعلك؟ إنه ترجع سوريا مثل أول ما كانت. هلأ شو اللي مزعلك؟ ما مزعلني شي. أنا من الرقة، ما في حدا ما عنده حلم، أول شي. وتاني شي نفخته بنفاخة فطق، وأنا دقيته هون، ما في حلم بيكمل، لأنه عن جد ما في حلم بيكمل. شو ناقص هلأ ليكمل حلمك؟ ناقص إنه عم أحلم إنه سوريا ترجع بخير ونرجع كلنا بخير ونكون بيت وحدة. حلمك أنت حلمي أنا، هذا حلمي إنه بكون يعني كل الشعب بخير وكلهم متكاتف وإيد وحدة. وحلمي إنه ما يضل ولا حش سامعين من الهدول للإرهاب حدا. هذا حلمي. على حماله مريت وصل لها سلامي وقلها البعد مو كيف مجبور اجباري صح الفرات انجرح بس هذا مو مقياس الشجر من ينجريح ما يشتكي من الفأس ابن الرقة وحما اسمك علم وتبقى انت تاج الراس وينقاس بيك الذهب مو بالذهب تنقاس. أصبحنا في حلب، لم نحتاج لأكثر من الوقوف مع كاميرا في ساحة صعدالله الجابري وسط المدينة. تجمع الناس لسرد شكواهم. وضع المعيشة باختصار، ما في كهرباء، شلون أنا بدي أعيش إذا ما في كهرباء؟ الشيء اللي وصلنا لهون هو من الحرب، بس ولكن في حلول. إذا هلأ أنا بدي أعمل حالي إسعافية مباشرة، أعطي قروض لكل الشباب، أعطي قرض لكل شاب بمبلغ مثلا 20-15 مليون يحرك الحركة الاقتصادية في البلد. إذا ما في مساري ما بقدر بحرك نهائيا. شغلة بالليل بتكون حقها مثلا 5 ليرات، الصبح صارت 10، بعد ظهر صارت 15. ليش؟ بدنا احنا بدنا شيء يتناسب مع معيشتنا. يعني الحاج انا موظف وقاعد يجيني وارد وقاعد يجيني ما يجيني 200-250 الف، انا عم صرف 300-400 الف. انا متقاعد معامل الدفاع، انا حاليا راتبي 55 الف، اخذ بيت بأجار بصلاح الدين 20 الف. طب انا سؤال واحد، عندي انا 5 بيت، انا سؤال واحد، انا شلون بدي اعيش؟ مين بدي احكي مع مين؟ بدي اشتكي مع مين؟ نحن اليوم يا عمال عم نشتغل بتراب بنحاتي شو ما صح لنا عم نشتغل. اليوم نحن يعني اذا واحد قعد نهار واحد في بيته ما بيحصل طعميه لمرته واولاده. صرنا نخجل قدام اولادنا، صار اولادنا يطلبوا الغرض الشغله، صرنا نخجل منهم. ايه بابا بكره بعد بكره. الحمد لله امن واطمئنان فيه، بس هلا صارت حرب علينا اقتصاديه من جميع الدول الحمد لله رب العالمين. مع ذلك بس نحن اللي اكلناها انسي، بدنا بس الامان عشنا فيه، بس نحن بدنا شيء ناكل نشرب مثل عاده هالعالم، ما بدنا شيء زياده مثل هالخلق وهالعالم العايشين. صرنا اي اذا بدنا ننام صرنا نفكر بكره كيف نطعم اولادنا. أنا بأكل هم أولادي أكثر ما أكل همي. أنا الحمد لله عايش وعشنا وشفنا زغرنا وشفنا طفولتنا، بس الأطفال كيف عم شوفوا طفولتهم؟ عم بدفش إلي ساعتين عم بدفش أدخل، مو مشان أطلع على التلفزيون ولا أحكي شي، حريقة قلب هالعالم مني وجل هذا العالم كله المتكون كله نفس الوجع. عمالي عاني الوجع كله وجع واحد. عم بتدفشي انت لك ساعه مثلي. اولادي عم يشتغلوا من الصبح للمساء بالفلين، مو حرام لازم انا احطهم بالمدرسه. واحد عليهم 3 سنين وجوزي شهيد وراتبه ما بيكفي. بتحكي شي ماما؟ ها؟ ليش خجلانه؟
خليك قوية لأمي. قد ايه عمرك؟ 18. مدرسة أو جامعة؟ والله لا مدرسة لا جامعة، شغل. خياط. شغل؟ خياط، جابة. بيني. كله خياطين. لا تسألي شاب ايش بيصير، كله خياطات. أوفر دراسة، صحيح. أوضاع المادية إجباري. بتفكر تسافر؟ كمان لا. ليش؟ ما بحب أترك أهلي وأروح. الأمل على طول موجود. تمينا يمكن بدي 9 سنين بالحرم أو أقل. في أمل يعني بدنا نخلص، وخلصنا الحمد لله. صرنا بحرب الأسعار. حرب الاقتصاد والكهرباء وهالشغلات. يعني ما أمل تخلص هالشغلات، يعني إلا ما ترجع مثل ما كانت حلب. سوريا كلها بخير. كيفك أول شيء؟ أنا؟ عايش. مبسوط؟ والله يعني إذا بدي أقول لك مبسوط بكون عم بكذب. يعني عادي. رضياب؟ ها؟ رضياب؟ رضيان؟ مو كثير. شو اللي بزعلك؟ بتتمنى لو إنه غير؟ بزعلني لأنه بدي جيب الخبز، بدي أوقف لي 2-3 ساعات لجيب خبز. عدم المؤاخذة، بدي يروح يعبي بنزين إنسان بجوز ما بيلاقي بالكازية، أو بدي يوقف له 5-6 ساعات. بيجي أول الشهر بيقبض راتبه بروحه للكهرباء وللمي وللتليفون وأجار بيت. بيطلع هو والقمر جيران. الزيت غالي. واللحمة نار. مثل ما بقول عبد الحليم، نار يا حبيبي نار. منقول لهم خفوا بقى الأسعار. يعني المشكلة أنت بتعودي على مستوى معين من الحياة، هلأ صار صعب أنك تعيشي بسبب أنه في فارق بين موردك اللي أنت عم تاخذيه وراتبك وبين الغلاء الموجود. يعني ما عم تقدر تدبري أمور بيتك الأساسية، مو الترفيهية، يعني الشيء الضروري ما عم تقدر تأمني. فعم نحاول نقتصد، عم نحاول ندبر أمورنا بشكل ما نشتري جاهز، نعمل على إيدنا. ما كمهندس أنا صار لي متخرج 50 سنة، لازم اتنعم هلأ، ما بقي للموت شيء. إن شاء الله تتغير، وإن شاء الله يكون الأيام الجاي أحسن. إن شاء الله. إن شاء الله عيشي للأيام أحسن. إن شاء الله في أمل. إذا أردنا أن نرصد واقع كل عائلة لابد من التركيز على أبنائها. لا تكاد أسرة لا تهتم أو تستفيد من القطاع التعليمي، فماذا يمكن أن نجد هنا غير مجانية التعليم المعروفة؟ ماذا عن حال المدارس؟ عن جدلية المناهج؟ واقع الكوادر؟ ووسائط التعليم؟ وما هي المخططات؟ التحدي الكبير اللي كان بنعتبره كلياتنا انه وقت بعتنا اولادنا تحت القذائف، كانت ام تبعت ما عندها غير هالولد وتقدر تبعته بدها تتعلمه. كان المعلم يروح على المدرسة وما بيعرف اذا بده يرجع. عندنا نسبة اكثر من 10,000 معلم بالازمة، شهداء تفجيرات هيك، تفجير بالمدارس مثل مدرسة عكرمة. كانوا في أحد الشغلات اللي بتزعجنا إنه كانوا عم يوصلوا بالمناطق الساخنة مع بالطيارة، راحوا نزلوا المجموعات الإرهابية وكان عدد كبير فيها من المعلمين.
وقت اجوا الاولاد من المناطق الساخنه صار ما بقى لحقوا رفقاتهم، لانه هنيك المناطق الساخنه ما كان في التدريس، وبتعرفي اللي كان الواقع الحرب اللي كان بسوريا بالعشر سنوات. كيف بدي اقول لك كيف كمان تعافينا منها لهالظاهره هي، عملنا لهم سبر معلومات اول شيء مثل امتحان ومشان نحدد مستوى وين بده يقعد الولد. وكمان الوزاره عملت منهاج لتلاميذ الفئه ب، هن اللي كان تحصيلهم الدراسي عوضنا فاقد التعليمي لهم من الحرب من انفصال الام والاب. ونحن مناهجنا الجديدة هي على أسس ومعايير، وعلمناهم على أكثر شيء صار اتباع، يعني عم نحاول نعملهم للمعلمين والمدرسين كتير دورات مشان المناهج. في معاناة كانت الأولى من انتقادات من الأهل، بس الحمد لله هلا كتير تماشوا معاها. هلأ صرنا بالمناهج الجديدة، الطالب هو محور العملية التربوية، والمعلم هو الموجه والمشرف على هاي المناهج. حتى عملنا مركز تطوير المناهج التربوية، عطينا فيها المعلمين. كان في انتقادات كثيرة على مسألة التعليم، أي شيء جديد رح يكون في انتقاد. الحرب أثر على التعليم كتير، وقت ما إجا ثلاثة حسب الإحصائيات تبع اليونيسف بال 2018 ثلاثة مليون طفل سوري ما راح على المدرسة، ما أخذ حقه في التعليم. ونحن من حقوق الطفل أول حق من حقوقه هو الحق العيش بأمان وحق التعليم، ما أخده. وغير إنه 800,000 نازح بالبلاد المجاورة ما أخذ حقه بالتعليم أبداً، فكانت هي نسبة كتير كبيرة لإلنا بفترة الحرب. كمان غير إنه البنية التحتية عنا صار فيها أضرار كتير، عنا 7,400 مدرسة غير مؤهلة خارج الخدمة، غير 1,900 حسب الإحصائية عم قلت لمنظمة يونيسف صارت مركز إيواء للنازحين من مناطقنا الساخنة. تقول إحصاءات أخيرة لليونيسف إن نحو 2.5 مليون طفل في سوريا لا يذهبون إلى المدرسة، وإن أكثر من 3,700,000 طفل حصلوا على التعليم الرسمي وغير الرسمي. عدد الطلاب ما يقارب بين 35-34، في بعض الشعب يكون فيها 40، بعض الشعب تكون صغيرة فيها 26-25، بعض المدارس بيوصل 50-60 حسب واقع المدرسة وحسب البيئة اللي حواليها وحسب الضغط اللي بيكون عليها. نعم، هذه مدرسة أكثر حظاً من غيرها من حيث عدد الطلاب في الصف الواحد، لكن غيرها أيضاً لا يتنازل عن حد أدنى يتعلق بالطالب وضرورة العلم والتعلم وكيفية تحويل هذا المكان بأي إمكانات كانت إلى ساحة حب. أمي يحيى عم نلعب، في هونيك ساعتها عم بيلعبوا طالب. أهم من الكاميرا الطابقة. وانتو هلا بدو تقولوا لي شو اكثر شغله بتحبوها بالمدرسه وشو اكثر شغله ما بتحبوها؟ اكثر شغله بنحبها اصلا الانجليزي، حصلنا بالرياضه والانجليزي. احنا عربيه اصلا، شو بيعلمونا انجليزي؟ لانه الانجليزي مهم، بتصير اصلا بدك معطيك عظيمة اصلا، كل شيء عربي اصلا، احنا بسوريا اصلا، شو دخل الانجليزي اصلا؟ ولو بس تطلع لبرا بس تحكي مع العالم، اصلا سوريا اصلا بلدنا ما بنطلع منها، مش على بالي وقت اكون انا اطلع على المانيا. انا حلمي اصلا هونيك تقريبا كل قرايبيني هونيك. بحب الأنسي علا كتير كتير كتير، بنتشكرها كتير كتير. لمين؟ للأنسي علا. بدي أتركها هي للأنسي علا، تحية للأنسي علا، قولوا لها باي للكاميرا. يلا باي.
وكما تتفاوت فرص التعليم تتفاوت كذلك فرص الصحة، لكنها أيضاً تشترك بحد أدنى لا يحرم أحداً حق الطبابة المجانية. هلا مشفى الأطفال معروف أنه من أهم المشافي بالمنطقة. عام 2020 استقبل المشفى 20,000 قبول بضمن أقسام المشفى المختلفة. راجع قسم الإسعاف حوالي 38,500 حالة. قسم العيادات وهي عيادات بجميع فروع الأطفال، عيادة عصبية، عيادة قلبية، عيادة كلوية، عيادة عامة، حوالي 38,300 حالة. بالإقامة المؤقتة اللي بنستقبل فيها الحالات اللي بتحتاج حوالي 48 ساعة وأقل من 72 ساعة واللي ما بتحتاج قبول ضمن أقسام المشفى، كمان استقبلنا حوالي 40,000 حالة. قمنا السنة الماضية بعام 2020 أكثر من 3,000 عملية جراحية كبرى بجميع الاختصاصات، بالعصبية، أورام عصبية، كلية، تكبير مثانة. الجراحة القلبية عندنا كمان عمليات نوعية جداً. السنة الماضية عملنا أكثر من 200 عملية في جراحة القلب، عملنا أكثر من 1,800 جلسة غسيل، وعملنا زرع كلية. فنحن مستمرين رغم كل شيء وبعمليات نوعية وبكم جيد ونوعية جيدة. هذا الطفل عامل زرع كلية من حوالي أسبوعين. بصراحة حالة صغير، الطفل كان عمره 4 سنوات ووزنه بس 13 كيلو. وزرعنا له كلية والمتبرع هو الأب. ونحن نتأمل إن شاء الله يتحسن شوي شوي. نعتذر ما فينا نخليكم تفوتوا لأنه الظروف عقيمة. إيه أنا البراء كله. الولد شو؟ ابني. فشي طبيعي انه انا اتبرر له، وهو يطيب وياخذ بروحه، اذا بده الكليه الثانيه بعطيها اكيد. هناك ابواب كثيره في هذا المستشفى وغيره، وخلف كل منها اسئله اكثر عن واقع القطاع الطبي حاليا واين تكمن التحديات فيه، سواء من حيث الإمكانات أو من حيث الكوادر الطبية أيضاً. واقع الطب مثلاً يكون في كوادر أكثر، تمريض أكثر. هلأ أيام نكون نحن وحدي هون وحدي إسعاف الحوادث، ما في تمريض، ما في تمريض. الأطباء كمان في نقص أطباء، مثلاً ما عندنا هذول الأطباء، إنه مطلوب منك شيء فوق الطاقة، فوق الطاقة تماماً ما ينطلب مننا. المعدات شو وضع المعدات؟ هلق لا بأس فيها المعدات، بس في شوية نقص أدوية أيام، بيجوا بيحكم علينا نقص، بس بتلاقي بعد فترة إجت نقص شيء هيك، إنه هيك عم يصير. أكثر شيء نحن بنواجهه هو نقص الكادر، لأنه الواحد أحيانا مثل ما قلت لك عم يصير ضغط كثير عليه. يعني مثلا بقية مشافي أو أقسام ثانية أو مشافي ثانية بتلاحظ إنه في كادر يغطي، مثلا هذا مناوب إسعاف، مناوب إسعاف. أنا مثلا متى متحمل مثلا ضغط الإسعاف، متحمل ضغط الحواضن، متحمل ضغط العناية، متحمل ضغط جراحة القلب، يعني عندنا أقسام كثيرة نحن. مشفى الأطفال عم تواجه التحدي نفسه اللي عم يواجهه البلد كله، اللي هو الضغوط بسبب الحرب الطويلة، الضغوط بسبب الحصار الاقتصادي، بسبب العقوبات الجائرة على بلدنا. فنحن عم نعاني من نقص الموارد، من نقص الأدوية، من نقص بعض المواد، نقص بجلسات التحاليل الدموي مثلا. كل هذا عم نعاني منه وعم نحاول بأقصى استطاعتنا نستمر ونستمر على نفس السوية، بس عم يكون هذا الشيء كثير صعب. مرحبا. سلامة قلبك، أنا ما حقرب منك كثير، حكون هيك بعيدة. شو أول شغلة بدك تعملها بس تطلع؟ شوف أخي. اشتقت له؟ طيب شغلة ثانية بتقول لهم لأهلك يعملوا لك إياها؟ حفلة. يعملوا لك حفلة؟ خلص وجبت الحفلة، ها؟ وينه؟ شوف إذا سمعوك. أكيد. خلص صارت.
صار بده حفلة لازم تعملوا له حفلة. إن شاء الله بيطلع بالسلامة ونسوي له أحلى حفلة. كنت قد قررت في هذا العرض ألا أمر بالجانب السياسي، ولكن لا يمكن بشكل من الأشكال تجاهل حقيقة الحصار الاقتصادي يشعر الناس بهذه اليد الخانقة في كل تفصيل سابق، من لقمة خبز إلى كتاب مدرسي إلى سرير طبي إلى كأس شاي على رصيف. أنا مصاب حرب ما بيقاس، أنا حاربت قتلت داعش بالرقة وقتلناها بالدير زور وقتلناها بالسخنة وبحمص هون ومصاب إلي 3 سنين وإلي الشرف. حتى هلا الحرب الإقتصادية ما بتهمنا، يعني عادي تعودنا، يعني اللي ما هابوا القتل وهابوا الذبح وهابوا أطهروا وهابوا الجوع ما بناكل عشب بناكل سجر بناكل كل شيء. المهم ما ننزل ما نطبع، أهم شيء ما نطبع مع إسرائيل. وقت الجد الجد شعبنا قوي وصامد، تحسين انه بيعانوا مثلا من حاله اقتصاديه من ضيقه من شويه فقر كذا، بس وقت الجد نحن رحنا لبلدنا ما مستسلم. بتمنى يعم الامن عندنا بالجزيره فوق ونحرر مثل ما حررنا حمص، حررنا الرقه وحررنا تدمر، اهم شيء انه الياس يبعدوا عنا. الشغله الحلوه بهالبلد هاي العظيمه انه صار فتن وصار كذا وصار من برا اذاعات حرت تعمل، بس الشعب ظل متماسك ظل بحب بعضه ما غدروا لنا. لساتك شايف انه السوريين بحبوا بعض؟ ابدا ابدا، لحد هلا انا عندي قناعه 100% السوريين بحبوا بعض وكلهم عائله وحده. من وين مستمد هالقناعه؟ من الواقع اللي عم بشوفه هون، انا الالفي هون اللي بشوفه انا بشغلي هذا، العالم ما غير شيء فيها، ما غدروا لنا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا معنويا ولا طائفيا، ما غدروا لنا بشيء. هذه بلاد لا تزال تخوض حربا، والمحاربون اليوم يلبسون ثيابا مدنية ويواجهون عدوا لا شكل له، عدو يتنكر بأشكال مختلفة ليتسلل إلى النفوس فيحطمها. فهل نجح؟ ما زالوا في محبة، الأمور تمام. أهم شيء المحبة، أهم شيء المحبة. لسه في محبة؟ إيه لا إيه في، لكان في ولاد حلال كتير. هاي منقذة الدكتورة تبعي. طيب انت شو اكثر شيء بتحبي فيها؟ ان بتدوخ كل ما نطلع مع بعض. بتمارس المهنه يعني. اللي بتنقل كل المشوار. بحبها لانها طيوبه. بحبها لانها طيوبه. البرستيج هون. راحت البرستيج. هون النفسيه كلها. بنتي؟ ايه. كل شيء فيها. بنتي حبيبتي. اذا بدك تقولي صفه عنا، شو اكثر شيء بتحبي فيها؟ هنيتها، طيبه قلبها. عن ماما؟ ايه كثير شيء بميزة، انا حنونة بقلبك. فينا اخذك الصورة مع بعض؟ هذا؟ كل شيء ماما، ولا بتميز عن الكل نادر. قد ايش صار لكم رفقة؟ 5 6 سنين. اوفى شيء بين الرفقات كلهم. والله اختي هي طيبة كثير وهيك يعني راقدة بالعيلة وهيك قدومة وكل شيء، يعني كل صفات الحلوة فيها. طب تذكري موقف انت كثير كنت مبسوطة فيه؟ وقت احتفلت امي بعيد ميلادي. كثير مبسوطة؟ كثير كنت مبسوطة. طب اذا هلا حدا بده يقول لكم مثلا اكثر شغلة بتنبسطوا تقضوا وقت فيها شو بتعملوا؟ نضل مع بعض طول العمر. حلو انه رغم الصفات السيئة والجيدة اللي فيها بحبها بكل شيء فيها. فالحلو فيها انه كل ما طلبتها بلاقيها.
فهاي شيء كثير جيد. كل شيء ما في شيء، احلى شيء فيها انه هي جد. ميرسي. شو هالحديث هذا يا الله؟ والله كله يعني كله إيجابي. طب أنت شو أكثر صفة إيجابية تقولي عنه؟ حنون كثير. أنا خجلانين. إنه التشجيع، وهي ما مثل باقي الأمهات إذا عمل أشياء بتضرب أو شيء، عندها أسلوب خاص فيها ما بتضرب ولا شيء. عيونة. أفكاره؟ إيه. قد إيه أعماركم؟ نحن تسع سنين. شو الأفكار اللي بتحبيهم؟ بحب إنه أفكار الألعاب اللي بتخترعهم. طب أنت شو أكثر شيء بتحبي فيها لفيفي؟ أنت أنا أكثر شيء بحب فيها؟ لطافتك.